بابا اخويا توا مزلت كي جيت دار نسيب يا باهين انتي فين والحب فين تطلع تهبط يبقى لغرام فوق الكل كي تتقبل الرادسة اجا قلي وين باش تطل برشا كبيش برشا غرام برشا فرجة واكثر من هيجة تلقى كل الاحترام برنجة نهج الساحل ينتصر انتي صار عريض فيس البرجي مبدئيا ربي عوض على معين وربي عوض على الفلاقة في البرجي ومبروك على برنجة نهج الساحل ليه ليه مبروك على تونس كاملة كبش بريمة البرايم باش يشيخنا برشا حبيت نحكي بوان على برنجة برنجة عبارة عمره ما عارك وعبارة ما هوش عامل سبعة راح التمريح اللي مرح فيه برنجة والخرجة اللي يخرج فيها برنجة والجرينت اللي يعمل فيها برنجة والدماغات والحضور عبارة الكبش ما عاركش بالحق برنجة صدم الناس الكل اللي يقول برنجة موجوع اللي يقول برنجة في طريق الانتهاء اللي يقول برنجة فيه وعليه وعنده مشكلة في قرنه وعنده مشكلة في وجهه الكلها أكاذيب بالحق الكبش اليوم كي عارك عبارة أول مسيبة في كاريره لا عبارة ربح سبعة كباش لا عبارة عمل 500 دماغ لا عبارة تربط لا عبارة توجع كبش بومبا تحية الاسكنديجي أبدعت في التحذير يا حبيبي البرجي البرجي كان لاحظه في حاجة كبشي ديماري كبشي مرح وما فماش الديماراج صور انت البرجي مرح ويلوش قل لي على شكون يلوش الكبش قدامه والناس دايره بيه قل لي البرجي شبيما ديماراش مع برنجة قل لي البرجي علاش قعد يستنى في برنجة البرجي مشى لبرنجة وقال له اعتبرني ساك متاع بوكس بوان على ليني البرجي يلوش على معين اقسم بالله هم أربع دماغات ورا بعضهم البرجي مرح ويوقف يلوج على معين معين اللي خرجوا كونتر الصحراوي كونتر كريكرا كونتر التايلندي البرجي هبط متوحش موليه هذا ما يمنعش انه برنجا قدم مستواه عالمي على الاخر اما تحب ولا تكره البرجي ما كانش في نفس المستوى مع برنجا نجم نعتبر اللي ضرب برنجا ضربة قوية على الاخر وما خليش برجي قبل الحساب كيف كيف مارينش البرجي ديمارة في دماغ وكان ترجع للفيديوهات اللي هبطتها على المسيبة شقلت قلت لو برنجا يخرج قبل البرجي برنجا يوفي البرجي لو برنجا يخرج قبل البرجي برنجا يوفي البرجي لكن وقت اللي تقابلت لك باش برنجا ما استحقش برشا تعب باش يخرج قبل البرجي البرجي مرح ووقف البرجي مرح وبقى يستنى وقال لبرنجا تفضل مرحبا هاو جاك العشاء جاك من فم البلاء اقضي عليا وقل لي راهو فيه هذا اللي صار بكل احترام في الهيشة وفي الغرام مبروك على برنجا ربي عوض على البرجي هذاك الغرام الربح معروف والخسارة ما يسبب كل كبش عنده السبة متاع خسارة أمينة بالحق تصدمت شوف تحب ولا تكره البرجي نقوله ربي عوض عليك لكل بداية نهاية وكبش اعتاد الغرام وكفى ووفى لكن برنجا صدقني صدمني صدقني برنجا صدم انا تصدمت فيه الكبش ان الكبش اليوم تصدمت فيه على الاخر بالرسم عبارة الكبش ما عاركش وعبارة ما سيبش وعبارة ما تعبش وعبارة معناه يريد يعمل 14 دماغ ما يلصق في حتى دماغ وما هز راسه في حتى دماغ وما شد نفس في حتى دماغ من أين لك كل هذا الجبروت يا حبيبي من أين لك كل هذا الجبروت يا حبيبي كيف كيف البرجي كبش يمرح لبعيد ويديماري وكان معين هو السبب باش الكبش يديماري لكن البرجي مرح واستنى انسان يكون في بلاصة معين باش يخرج البرجي لكن وقت اللي البرجي مرح وخلى الاسباس بينه وبين برنجا وعمل ثلاثة سكوندات يستنى في موليه باش يخرجه برنجا ديجا خلطت عليه ووجعه في بلاصته تعرف شنية معناها لك باش زوست مرح اما برجي يستنى وبرنجا يوجع ذاك اللي صار شوف بدون ادنى شك كومبا كبيرة كومبا من العيار الثقيل قلت عودت لك باش زوز مرح لكن الفرق في اللي باش يخرج قبل والفرق في اللي باش يتوجع قبل
مرة أخرى حبيت نقول شلا مبروك على تونس وعلى الاسكنديجي وعلى نجي الساحل وعلى مغرمة تونس الكل في برينجا وبرينجرا ورقم صعب في الغرام. مرة أخرى حبيت نقول ربي عوض على تونس كاملة في البرجي كفى ووفى ميساج المعين هذاك الكاتب كبشك محرمته من شيء مشي على روحه لكل بداية نهاية فسخ وعاود من جديد برينجا بطل برجي أوت.